خلال شهر رمضان كمصنعين يعني احنا لازم نستعد للشهر الكريم قبليه بثلاث شهور مثلا على الاقل. لازم كمان نكون مطلعين اكتر على السوق، ايه الديزاينات اللي موجوده، بحيث ان احنا كمان ننزل بقى بالجديد وننزل بالمختلف. تصميم يعني ايا كان الوضع بيرجع اول حاجه للفكره اللي هنبتدي بيها. انا مثلا بجيب بقى الناس اللي بتصنع كمدير انتاج، بيقعد مع المهندس هنا اللي ماسك البروجكت او اللي ماسك البراند، وبيبتدوا بقى يتناقشوا بحيث ان الموضوع يطلع في افضل صوره. مرحله الفوانيس دي بتبقى يا اما خشب يا اما معادن. المعادن بتخش على مكنه الليزر، بتبتدي يخش الحامات، او في حاجات بتبقى تجميع. لو يبقى خشب بنقطعه على مكنه الليزر على طول، كله تجميع ولزق. فانوس المفروض بياخد مش اقل من 10 دقائق ومش اكتر من كده عشان اقدر اضخ كميه مناسبه في السوق. انا المفروض التارجت بتاعي ان انا اشتغل مثلا ب 300 فانوس في اليوم. كان الاول المنافسه كانت صعبه شويه، بحيث ان انت تكون مثلا الحاجه كانت بتيجي من الصين، فكان دي المشكله الاساسيه اللي انت النهارده كان بينافسك على السلعه بلس اللي بينافسك على كواليتي الشغل. احنا كان دي عندنا فيها مشكله، لكن دلوقتي اصبح في ظل اللي انت النهارده هو بنعتمد دلوقتي اعتماد كلي على المنتج المحلي، فبدانا دلوقتي نقدر نوفر البديل بتاعنا في المنتج المحلي. البديل اللي احنا بنجيب الماتيريال من هنا دلوقتي وبقينا نشتغل عليها، وبنحاول ننافس على قد ما نقدر في السلعه ككواليتي شغل بلس الكوست بتاعك. في الزيادة اللي احنا فيها اكيد الاسعار برضو بتاعت الفوانيس زادت، بس ما زادتش كتير عن السنة اللي فاتت. يعني الحاجات دي لان فيها اقبال ودايمة على طول وكده، في كل سنة الشعب المصري لازم الفانوس المصري، فوانيس خشب، فوانيس خشب مع الطباعة كمان، يعني انها فوانيس خشب مع الطباعة، بتبدأ من 20 لحد بقى ما انت طالع بقى 70 100 150 200، اعلى حاجة خالص 250.